تشوف عنا أحد العيوب خلال عملية التنفيذ اللي يمكن مش أي حدا ينتبه لها. طبعا من الأمور المهمة فيما يخص أعمال الرخام، راح نشوف عنا أحد العيوب خلال عملية التنفيذ اللي يمكن مش أي حدا ينتبه لها، راح نسلط الضوء عليها حاليا وناخذ القرار المناسب. الموضوع عندي انه هذا الماربل او اللايمستون الطول تاعه فاريبل ولكن الويدث فيكست، يعني احنا بنسميه سراحي. بالتالي هنا قطعه طويله، هنا طولها متفاوت، هنا طولها متفاوت. من الامور المعيبه في العمل انه يجي احد القطع مثل هاي القطعه تقطع عندي حلين. شو يعني حلين؟ اللي هم الجروف اللي هون والجروف اللي هون. طبعا احنا مركبين زيرو جوينت، حتى لو زيرو جوينت الا يضل ظاهر حتى لو استعملنا افضل انواع التايل جراوت.